انت لما بيتنصب عليك عموما في اي حاجه ما بتبقاش عايز تحكي، فاهم؟ انت عايز تظهر بمظهر البرم وكده، وانت اصلا متليف وريحتك فايحه، بس ايه يعني بتقولها بينك وبين نفسك كده وانت مبتسم كده تقول انا اتنصب عليا ولا ايه؟ عارف انت الاحساس ده وبتكمل حياتك. عايز تعرف قد ايه النصب منتشر قوي كده في المجتمع؟ بص على الماكيت المصغر للمجتمع وانت تفهم. الاسره في البيت كده شويه نصب، هو مش نصب قوي، هو عشم شويه دلع ملح وفلفل حاجات كده على خفيف لذيذه، وكله من عمايلنا طبعا. والنصبايه حضرتك بتبدا من زمان، من قبل وضع حجر الاساس وقص الشريط، من اول يوم جواز، يوم الفرح، اول ما تبدا العروسه تقلع الطرحه، اكستنشن، رموش، العدسات، الكعب العالي، تشيل الحواجب والملامح، تغسل شعرها وتضرب الكحكه، هوب. المثل بيقول ايه؟ امسح مكياج مزتك تلاقي فتح ابن عمتك، معروفه. نفسك مبتسم في اليوم ده وبتقول مش انا اتنصب عليا ولا ايه؟ وبتعدي. بالنسبه لها هي بقى النصبايه بتبقى اتقل، ليه؟ احنا ما عندناش مكياج الرجاله، يعني خلينا صراحه مش هنتكسف من بعض، الشكل مقدور عليه، اكستنشن معجون والشين بلاستيك وش نظافه وشويه رفايع ونرجع كل حاجه زي ما كانت وخلاص. المشكله ان النصبايه بتاعتها هي بتبقى في مقتل، بتبقى في الشخص نفسه، في الراجل شكلا ومضمونا. يعني مثلا الشخص الكريم اللي مغرقها هدايا ده لما تلاقيه فاتح جعورته قد كده عشان جاب التين شوكي من عند الراجل الحرامي اللي بيبيع الواحده ب2 جنيه وهي في كل حته بجنيه ونص، فاش يعني. الشخص الرومانسي اللطيف اللي كان بيقول لها خدي بالك من نفسك وهي داخله تنام، ده اللي مسكها بهدلها بقى بعد كده لما جابت له ورده عشان غالي وبيشفط اكسجينه وهو نايم وبيلم نمل. الشخص الجنتلمان الذوق اللي كان بيشيل عنها شنطتها ويفتح لها باب العربيه لما تلاقيه بيشيلها بقى الواد وبقاله الشهر والشنط وقفص الفاكهه ويجريها وراه عشان يلحق الماتش في البيت. يعني بتيجي بعد الجواز هي كده ومع نفسها تبتسم وتقول يكونش اتنصب عليا وتكمل حياتها. بعد كام سنه من الجواز بقى النصب بياخد شكل اوسع واشمل واكتر احترافيه، شكل عملي جدا. كل واحد بقى بيبدا ينصب في الحته بتاعته، يعني مثلا الزوجه تبدا تنصب في الاكل، يعني صينيه يعني مثلا ما خلصتش ومستجدعه معانا بقى لها شهرين في البيت وبقت عشره، نرميها ازاي بقى؟ نزود توابل ونخبي فيها الفراخ المسلوقه ونسخنها، فتبدا تتعود انك تسمع منها الجمل اللي هي بتاعت لا هو مش حمضان طبعا، هو بس يمكن ايه الساور كريم لازع شويه، كلمتك بالانجليزي فانت بتاكل وخلاص، او لا حبيبي طبعا اللحمه مش محروقه، ده صوص الباربيكيو الهندي الداكن، فاهم؟ فانت بتاكل وانت داكن وخلاص، نصب خفيف من النوع ده. هو برضه بيبدا ايه ينصب في اللي يخصه، الراجل بقى وعنده شغله، المصروف، الحوافز، الفسح، فتبدا بقى تسمع منه حاجات من نوع ايه؟ لا والله انا ما اشتريتش موبايل جديد ولا حاجه، انا كان عندي بوينتس على الفاتوره قلت اجيب الايفون 7 وخلاص بقى، اهو اي حاجه بتقول الو، هتقول الو ب 20,000 جنيه؟ ما علينا، او مثلا تلاقيه في فسحه، فسحه ايه؟ لا يا شيخ انا فيا دماغ للفسح والقرف، سفريه كده تبع زفت الشغل زفت اسبانيا مع المقرفين اصحابي ولا انا والله ولا عايز اروح ولا عايز اجي. هو طبعا اشترى الايفون وحجز في اسبانيا ومسافر يخربها وبيتقفش على الفيسبوك عادي، وتلاقي مراته قاعده على الفيسبوك كده بتقلب ومبتسمه وتقول وانا اتنصب عليا ولا ايه اللي حصل؟ والدنيا مشي. بعد شويه العيال بداوا يكبروا، هتلاقي في المنطقه دي بقى ابشع نماذج النصب العائلي، اشهرها تماما هو نصب الاب والام على اولادهم في العيد. انا كنت بتقلب في العيديه عيني عينك. لا مفيش كلام، بحجه انها هتقع مني او حد هيخطفها او لو شم خبر وبتاع، على طول يوم قافشين العيديه مني. وطبعا الجمله بقى المشهوره اللي هو يعني بص حبيبي احنا هنحوشها لك معانا لحد ما تبقى مبلغ كبير تجيب بيها حاجه كبيره لنفسك، وشكرا طبعا. طب ما اجيب حاجه انا نفسي فيها دلوقتي وخلاص، يعني هجيب ايه بعدين بمبلغ كبير؟ يعني هجيب جنينه موالح؟ دول اطفال، ما تسيبوهم يا جماعه، ليه نقتل فرحتهم؟ ليه نوقد احلامهم؟ ليه ناخد فلوسهم؟ طبعا برضو الاب والام بينصبوا على العيال وش عشان يخلوهم يذاكروا، فيقولوا لهم ايه بقى ان بابا وماما وهم صغيرين كانوا الاوائل على مستوى المنطقه التعليميه والجمهوريه والمجره، وده طبعا نصب وتزوير وتدليس، لان بشويه منطق صغيرين هنلاقي ان ده بيتناقض بشده مع كليه تجاره انتساب اللي حضرتك متخرج منها. اما انت لو كنت عظيم ما كانش ده يبقى منظرك دلوقتي، او معهد خدمه اجتماعيه اللي سيادتك متخرج منه بصعوبه في 12 سنه، ما تهينوش ذكاء الولاد للدرجه دي يعني وترجعوا تشتكوا. لا ولما ينصبوا على الولاد كمان عشان ياكلوا وهم صغيرين فيقولوا لهم اي كلام ساذج بقى، زي مثلا الاكل هينزل في رجليكوا لو كلتوا وانتوا واقفين. هينزل ايه في الرجلين؟ هيتزحلق ازاي؟ لو بناكل واحنا قاعدين هيحصل ايه؟ هينزل في الارداف مثلا او في الركب، او الاكل لو سبتوه في الطبق اللي فاضل ده هيجري وراكوا لو ما خلصتوش؟ ما يجري. ايه الرعب في ان شويه بسلم بيلحوسوا الارض بصلصه كده ويجروا ورايا ويتدقلجوا؟ هيعملوا فيا ايه؟ لا لما ننصب على الاقل ننصب بشياكه. لما تكبر بقى وتفتكر الكلام ده وتبص لكرشك وكل الاكل اللي انت اكلته عشان ما يجريش وراك، هتلاقي نفسك برضه بتقول هو انا اتنصب عليا يكونشي
وهتكمل حياتك. ولان الايام دول بقى هتلاقي العيال دول واحده واحده بيتعلموا مبادئ النصب اللذيذ بتاع البيت ده وبيمارسوه، ويتقلب السحر على الساحر. مامتهم مثلا تقول لهم روقوا اوضتكم، يلموا كل الحاجات تحت السرير، فتلاقي الاوضه فله والسراير طايره شبرين من على الارض كده مش فاهم ليه. يقرروا كمان ينتقموا للعيديه المنهوبه دي بقى، ما انت مش هتاخد عيديتهم هم صغيرين وهيسيبوك. فيبداوا ياخدوا اي فكه طالعه من اي مصلحه، سوبر ماركت، مكواجي، محصل كهرباء، بمنتهى البجاحه، لحد ما يتودكوا بقى وعودهم ينشف كده ويجمدوا قلبهم ويخبطوا اول خبطه، يعملوا الشغل اللي على تقيل، يبداوا يقلبوا اهاليهم في فلوس الدرس، الكتب، الملازم، السناتر. اتأثرت انت من الحته دي؟ انا خدت بالي. والرحلات واللازم منه، لحد ما يكبروا بقى ويتخرجوا ويحبوا ويرتبطوا ويتجوزوا ويبداوا دايره النصب اللذيذ الاسري ده من اولها خالص، جمعيه ودايره. فانا رايي نلم الدور من دلوقتي، بلاش ننصب على اولادنا عشان ما نبقاش بنجهزهم كنصابين. انا شخصيا بصالح اولادي بكل حاجه، بقول لهم ان ابوكم بيشقى عشان يعمل لكم احسن مستقبل بعد كده. خوفي بس ابني بعد كام سنه يبص لي كده ويبتسم ويقول في سره هو انا اتنصب عليا ولا ايه؟ ازيك يا بابا؟ استرها معانا يا رب.